اللي هيتولعوا في نار جهنم قادر يا كريم. منكر؟ معلش مفيش مشاكل. مش مشكلة ايه بس؟ ده بينجس البق 40 يوم. يا ستي اغسلي سنانك بالمعجون كويس وانتهينا. اغسل سناني؟ ليه ان شاء الله؟ ناقص تقولي اغسلي رجلك قبل ما تنام، وانت بتكلم من اختك يا اخويا. اسمعي يا كوريا، احنا خلاص قربنا نوصل اللي احنا عايزينه. المرة دي قال لك اشاركك في اليونان او في الدول اللي ما فيهاش تسليم مطلوبين. المرة الجاية هتقفلي معاه على اساس انك رايحة مصر، وتسيبيه خالص وتعملي نفسك مش مهتمية بيه تماما. والنبي اعمل ايه دلوقتي في بق؟ الله يسامحه. انا حاسة ولا اللي بسها كلب اسود واجرب. طب أقولك على خبر يفرحك؟ قول أخويا بدل ما أنا متنكدة كده ليل نهار. هايدي جولي مالها؟ صدر لها قرار إفراج. والنبي جد؟ يا ألف نهار أبيض، يا ما أنت كريم يا رب، الحمد لله. طب بقولك إيه، إحنا بقى ننزل على مصر، هنفضل مرزين هنا نعمل إيه؟ نرجع مصر نعمل إيه؟ ده قرار إفراج بكفالة. يعني هايدي لسه في قطر ولازم نرجع مصر بسرعة بالفلوس قبل ما يتحكم عليها. بس يلا مش مهم، المهم انها بصمت على الاسفلت بجزمتها عقبال ما تاخد البراءة الكبيرة يا رب. ماشي اخويا، يلا سلام بقى. سلام 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 اخويا. اوه ما فيش فايدة، ما احنا في بلد اجنبي بقى، ما هي سلطة، هنفضل رايحين جايين لبعض في السويطات. ماشي والنبي لديك وش المرة دي. انت ما بتفهم يا زبطي كبداكي اللي جراها لك اللي دهولك كده. تعال يا كوريا. تعال يا اخوي تعال. ده انا اكلت علقه يا كوريا. من مين يا اخوي؟ ما كلهاش حمار. سلامتك يا اخوي. سلامتك. والله طبعا نورتي بيتك ومطرحك يا روح بابي. يا بابي ده البيت وحشني قوي. تعال تعال يا علاء ادخل. شايف البيت ده؟ كل حته في البيت ده ليا فيها ذكرى. انا حاسه ان انا بقالي سنين طويله سايبه البيت، كاني سايباه من لما كنت صغيره. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبتي. تعالى تعالى هنا بقى. كنت اقعد اذاكر وانا صغيره، وكان بابي ما يشغلش التلفزيون عشان ما يضايقنيش، يقعد بس كده يتفرج عليا ويذاكر لي. العمود ده ياما رسمت عليه ولونت وشخبطت. هنا بقى في الكورنر كان في بيانو صغير، كنت اقعد اعزف عليه. بس ما اقولكش عمري ما عزفت مقطوعه واحده صح. مبسوطة قوي يا بابي، ونفسي أعمل حاجات كتيرة قوي. يا حبيبتي أنت دلوقتي تقدري تعملي كل اللي أنت عايزة تعمليه. عايزة أكلم كوريا وسندس ونادر، وعايزة أروح لبيوتي سنتر عند دينا، عايزة أعمل شعري وأعمل مانيكير وباديكير، وعايزة أعمل مساج. بابي نعم. نفسي أكل سوشي وأسافر وأروح البحر وأنزل البول. بابي نفسي أعمل حاجات كتيرة قوي، وعايزة على الأقل أعدي من تحت الفيلا والشركة. شوفي بقى أنا هعمل كل ده وأنا قاعد هنا، اما اللف ودوران وفسح انت ومعاك حضره الظابط. طب يلا يا علاء ننزل. هنروح فين بس؟ ماليش دعوه، انا ما خرجتش عشان اقعد هنا في البيت، عايز اروح اي حته. نفذ الاوامر يا سياده الرائد. تمام يا فندم. وكشفنا انا ونجوان وطلع علينا كلاب. نجوان رجعت على مصر وانا قاعد له هنا. تري الدنيا دي بحر يا كوريا. قالوا احنا اللي فاكرين نفسنا سمك كبير، اترينا بولتي في وسط الحيتان اللي بره. بس انا قاعد له مش هسيبه، مش هرجع مصر غير لما امحيه من على وش الارض. يا لهوي يا امه يا لهوي، استرها علينا يا رب. طب اقول لك يا اخويا، ما تقصر الشر وترجع على مصر، مش وقت طار دلوقتي، انت حياتك برضو مهمه مهمه يعني. طب وانت يا كوري هسيبك هنا ولا انت عجبتك القعده في الفنادق وسط الرجاله المبادل دي؟ هو انت بتغير عليا كبدكي ولا ايه؟ غير ايه؟ غير ايه وهبل؟ غير ليه؟ كبدكي ده ارجل من اي راجل. هلا غير ايه؟ بغير، ايه المشكلة؟ بغير. يعني عرفت يعني ان كوريا مو زي كبدكي؟ عرفت ان هدمتين الرجال اللي الواحدة بتلبسهم وهي بتشتغل في الشوارع عشان بس تتدرى من عيون الناس؟ اسره، انا قاعد هنا في ظهرك حماية ليكي لحد ما الافات اللي معاكي دول ياخدوا الفلوس وننصص معاهم، لان البنك ابو خزنتين يا كوريا بيشيلوا اتنين. ها؟ قول كده بقى. أتاريك داخل عليا بالحنين وبالسهوكة؟ أتاريك عشان تنصص؟ إيه المشكلة؟ وإيه المشكلة لما نصص؟ لو ما نصصتيش مع كبدكي هتنصصي مع مين؟ اللي ياكل لوحده يزهق يا كوريا. راجل أنت الحرام في دمك، أنت ما بتزهقش منه ليه يا كبدكي؟ ليه عايزنا نعمل كده مع ناس ما شفناش منهم العيب؟ دي ناس نظيفة. أقول لك على حاجة؟ ارجع على مصر، ارجع على بطن البقرة يا كبدكي،
وانا اول ما اجي ننصص ونعمل اللي انت عايزه. قولي لي عند التاني حاجه هياخدها. بطن البقره ايه يا كوريا؟ البقره ماتت خلاص، انا فيها لا اخفيها. انا ياكل نص الفرخه دي يا الا ما حدش هيدوق ريشه. انا تليفون صغير لمروان يبوظ ام الليله دي على نفوخك. طب وانا بقى مقطعه البطاقه كده ومش لازمان، واقول لك على حاجه من غير تليفونات، سي مروان بتاعك ده في السويت اللي جنبين، روح له قول له على الحوار كله ولا يهمني، خليه يجي يقتلني. ولا اقول لك بردك تعالى انت قتلني بداله عشان هو يفضل بيه ما يوسخش هدومه، تمام كده اهو؟ يعني ده اخر خط الكلام معاك يا كوريا؟ اه يا كبداكي، مات الكلام، ده مات واتدفن وخدنا فيه العزا كمان، الفاتحه على روحه بقى. طب تعيشي وتفتكري يا كوريا. تعيشي وتفتكري يا اختي. مظبوط يا اخ عزوز؟ امال مظبوط المظبوط يا شيخ علوان. وعلى فكره بقى انا ما بعدش اخوانا، لا انا بس بملي عيني وايديا من الفلوس. الكبري ده غالي عليا قوي يا شيخ علوان، الكبري ده في شقه عمري، لولاك انت ونجمه مصر انا كان لا يمكن افرط فيها ابدا. انت هتمثل يا عزوز؟ ده انت لاهف مليون مقفول فوق تمنه اللي يستاهل. بنتعلم منك يا نجمه مصر، والمليون الزياده ده بقى عشان فيه من ريحتي، ولا انا ريحتي ما تسواش مليون جنيه؟ طب امضي يا زيزو على العقد، ومن بكره النجمه تقابلني انت والاستاذ في الشهر العقاري، مفهوم؟ وماله يا نجمه مصر؟ الف مبروك يا شيخ علوان. الله يبارك فيك. على المحل وعلى العروسه. طب يلا وجع على العقد عشان نوجع عقد الجواز راخ. ربنا يخليك ليا يا لولي. لولي؟ العب لولي يا استاذ العقد بسرعه هات، لحسن الشيخ علوان مستعجل على الاخر. بص بقى طال عمرك، انا عايزه يافطه كبيره قد كده يبقى مكتوب عليها كازينو ناني. اه اكبر يافطه فيك يا شارع الهرم. بص يا نادر، الواد ابراهيم ده بعد ما راح لكوريا وقعد يعمل الهيصه اللي عملها دي ويهددها في الاوضه، وجوده هنا في اليونان بقى خطر. يعني هنعمل ايه يا عماد يعني؟ بص انا شايف ان احنا نقول له ماشي خد نص الفلوس لحد ما الفلوس ترجع وهايدي تخرج من السجن، بعد كده يبقى يخبط دماغه في حقبه. الواد ده لبط ومن بيئه واطيه ومش هيفوت الموضوع كده وهيعمل مشاكل. الواد ده لازم يطير. هيطير ازاي يا عماد؟ يعني ايه ازاي؟ ما نعمل له اي مصيبه ويرحلوه على مصر. طب ما هو ممكن يكلم مروان من مصر، هنبقى عملنا ايه؟ بس الواد ده وجوده في اليونان خطر. اسمع، فاكر لما كوريا قعدت معاه وزنقته في الكلام وقالت له روح قول لمروان؟ ما راحش وما اتكلمش. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان احنا لازم نقعده قعده تانية مع كوريا، نخليها تضمن لنا ان هو ما يفتحش بقه، وبعد كده بقى برحله بقى لو عايز. مش مضمونه دي كمان، كوريا ذات نفسها ما ينفعش تقعد مع مروان تاني. انت نسيت يا نادر؟ لوز اللوز. شوف يا عماد، مربط الفرس ان احنا نشوف طريقه تضمن ان ابراهيم ما يفتحش بقه. ثانيا بقى نحاول نقلل عادات مروان مع كوريا على قد ما نقدر. يا دكتور لو سمحت، هي ماما عامله ايه دلوقتي؟ نجوان؟ ايوه، ممكن تطمنيني؟ دي نجوان يا دكتور بنت حاجة انتصار اللي جوه. انتوا كنتوا فين؟ احنا كنا بندور على اي حد من اهلها من بدري. معلش يا دكتور، اصل انا كنت مسافره بره مصر ولسه راجعه دلوقتي، وبعدين انا عامله حادثه زي ما حضرتك شايف اهو. طب انا عايزك تدعي لها لان حالتها بقت حرجه جدا. ايه؟ هي حالتها بقت حرجه جدا؟ طب انا ممكن اخش اشوفها؟ مش هينفع تشوفيها دلوقتي، هتتابع الممرضه وانا هقول لها امتى بالظبط مواعيد الزياره بعد اذنك. الاكل هنا في منتهى الجمال. ايه بس مفيش اطعم ولا الذ ولا اجمل من البنات السورية، قصدي من الاكلات السوريه. بصراحه اكلهم لا يعلى عليه. انت بقى بتحبي ايه؟ بتحبي الفتوش ولا المكدوس ولا خبز الصاج؟ بحب اطبخهم كلهم، وخصوصا خبز الصاج، انا شاطره فيه كتير بعمله منيح. ياه. ايه بقى معقوله واحده زي القمر زي كده بتخبز بايديها؟ طبعا. قلت ايه بقى في اللي انا قلته لك؟ مالك في ايه؟ فكرتي في اللي انا قلته لك؟ ايه فكرت. ها ايه بقى؟ لسه ما اخدت قرار. ليه بس؟ انت عارفه انا جات لي فكره بمليون جنيه. ايه رايك نفتح سلسله مطاعم للاكل السوري في اليونان، ونبدا من 50 ل 100 فرع مره واحده؟ صدقيني هنكسر الدنيا. لا ماني متحمسه. ليه بس مش متحمسة ليه؟ الله، وبعدين دي فكرة حلوة جدا، وبعدين الحاجات الفولكلورية دي بتشد الناس هنا قوي. شوف
أنا عندي خبراء وشركاء ممكن أستفيد منهم بكل أنحاء العالم. لكن هلأ بدي أشتغل بمصر. المكتب تبعي بالبرازيل بيشوف إنه هاي أفضل فرصة حالياً. طب أنا مش فاهم مصر ليه يعني؟ طب ما أنا وإنتي هنا هوت مع بعض وممكن يعني نكسب هنا برضو. لأنه هي بلدي التانية وهي كانت أمنية والدي. وبعدين أنا ما بحب الشراكة. السبب الوحيد اللي ممكن يخليني أشارك واحد مصري لو راح يساعدني بمصر. وبكل الأحوال أنا خلص جهزت كل شيء لحتى أروح على مصر، وكتير مشتهي أشوف إذا كانت مثل ما بتطلع بالأفلام. يا ديما أنا بصراحة مش موافق. الأفلام حاجة والواقع حاجة تانية. اسمحي لي يعني أنا أقولك إن أنا مش موافق، لأن أنا مستحرم إن أنت ترمي فلوسك كده. مش معقولة. أنا من رأيي إن أنت تأجلي خطوة مصر دي لغاية ما أنا أفكر كده وأجيب لك خمس ست أفكار وهكلمك في التليفون ونحدد قعدة تانية. وأنا متأكد متأكد جدا إن أنا هقنعك في القعدة دي إن شاء الله. بفكر بفكر. عايز تسيب الهلومة دي كلها وتموت روحك؟